ايه بقى المجموعه الثانيه؟ خش بقى الكلام المهم بقى. ايه المجموعه الثانيه؟ اللوكال ماليجن اللي هي تربيه الماليجنس اللي هي الكابوسي بقى. الناس يقول عليها كابوشي سابو. ده بقى عليها سيمسون. ده بقى الكلام المهم. استحاله انك ما تعرفش مين. ماشي؟ انت حر بقى. دي بقى في منتهى الخطوره. وطبعا هنشرحها بالتفصيل. مين شاف كابوسي؟ كابوسي سابو. طب مين يعرف حاجه عن كابوسي؟ يلا. من اول انبوش كده. ناي. بص هجيب لك ده بس خلينا نقول حاجه بس عشان ايه انت حر بقى. دي مهمه جدا هتلاقي في الامتحانات العملي رهيبه جدا موجوده في الحياه. نقول تاني ما فيهوش مش عارف حاجه معايا تيجي مع الاتش اي بي اللي هو اليمين اي حاجه اليمين ولا الشمال اي ضربه كده وخلاص اللي هو الاهتمام. ساعات بتبقى اندمك في افريقيا يا سلام يعني اتش اي بي وفي اللور ليم وساعات اندمك في افريقيا شاطر تمام. انت اللور كده بصي كده بنفسها كده قلت خلاص فكرة يا قولي عندك معلومه اللي هي هيومن لوبس فايروس كمان زباله مش مهندس شفت حاجه؟ انا شفت حاجه. طب اسمع شفت حاجه قولي شفت ايه؟ ميتو فايروشيز كده ضرس الدم اسود في الرجل يعني؟ الراجل ولا ست؟ راجل كبير عمره قد ايه؟ كان عمره قد ايه يعني؟ يعني 65 كيلو حاجه كبيره راجل عجوز يعني شاطر جدا. عملوا لها ايه في المستشفى؟ عملوا له تشاي بي مش حرام عليك راجل كبير وعجوز تعمل له تشاي بي دي اهانه دي صح؟ ده الهوان. طب بص بقى ركز في دي مش انا لسه هتعلمها. دي قالت له اعرف له تشاي بي قالت عملوا له تشاي بي دي غلط قلت ايه بس يعني مع بعض طبعا كتر خير ولا اي حاجه ولا اي معلومات. طب ربنا يتولى ربنا يتولى. بص خلاص مش عيب انك تبقى مش عارف الحاجه بس لازم تبقى عارفها كويس جدا 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 جدا. الكابوسي مبدئيا كذا نوع ودي الغلطه يعني بس تقول لك ده له علاقه بالاتش اي بي. فعلا في نوع بيجي مع الاتش اي بي وفي نوع بيجي في الرجاله الكبار دول ما لهمش علاقه بالاتش اي بي في الغالب لان راجل كبير حتى يا بنت حد يزعل منك يا بنت برضه تعمل كده انا راجل كده يعني هو مصلي وحاجه وحاجات زي كده. ده نوع تاني بيجي في الكبار وفي نوع ثالث في افريقيا وفي نوع رابع انتوا ما قلتوش. فمبدئيا الكابوسي مش حاجه واحده كام نوع؟ مبدئيا كده اللي بيجي في الاتش اي بي واللي بيجي في افريقيا واللي بيجي في الكبار في السن ولسه بيجي تاني يعني في كده. فاول حاجه نتعلمها مع بعض يا ريت ايه؟ ما نعجنش الدنيا ببعض. يعني اللي حصل ده الراجل الكبير اعملي عادي مش مشكله بس احتماليه انه يكون موجود طب طلع ايه ساعتها؟ لا ايه؟ ما مش هو ما دي الغلطه ده العميل اللي عايز تعمل فيه بس انا عارف انه يطلع نيجاتيف لان مش هو ده انت لسه كلمتك لا ده ده التاني له خصائص معينه. فانا بس اول حاجه نتعلمها ان في اربع انواع وليد ايه فما نعجنهمش ببعض كل واحد لوحده دي اول حاجه. تعالوا بس بسرعه له اسم تاني اسمه مالتيبل. يعني ايه مالتيبل؟ كذا واحده يعني كذا واحده كذا نيجا. طب هنشوف دلوقتي بين قوسين ايديوباثيك مش عارفين سببه هيموراجيك ساركوما. طبعا ده الاسم القديم طبعا هيموراجيا عشان هي حاجه فاسكولار وساركوما انتوا خدتوا زمان لما تكون حاجه مش ايبيثيليا نسميها ساركوما لما تكون ايبيثيليا نسميها ايه؟ كارسينوما. قارن نص التاني بقى اتوقع من غير حاجه طب كفايه كده هو اسمه مالتيبل ايديوباثيك هيموراجيك ساركوما. خلينا بس نفتكر كلمه مالتيبل دي خليها على جنب. شوف التعريف بتاعه مالتي فوكال وانا معلم عليها كده بالبولد وما اعرفش ايه فاسكولار نيوبلازم افكتنج السكين اند اذر اورجان. هدي اللعبه دي تاني حاجه قاعدين نتعلمها النهارده. احنا ايه اول حاجه اتعلمناها؟ ان الكابوسي ده ها في منه انواع
يعني مش حاجه واحده. المعلومه الثانيه، المرض ده هو على فكره لوكال مالجنت، يعني مش بيعمل ميتاستاسيس، بس ممكن ياثر بنسبه صغيره على اذر اورجانز. ومن هنا جت كلمه مالتي فوكال او مالتيبل. دي المقصود بمالتيبل او مالتي فوكال يعني واخد كذا حته في جسمك، مش واخد الجلد بس، ممكن نلاقيه في الجي اي تي، في الليمف نود، حاجات زي كده. عارف زي ما خدنا ايه من فاكر لما مثلا خدنا مالتي سنتري كريتيكولو هيستوسايتوزس مثلا من اسبوعين كده، او زي ما خدنا مثلا ايه كرونيك مالتي فوكال فور بتاع اللانجرهانز. كلمه مالتي فوكال او مالتيبل هنا المقصود بيها ان ممكن ياخد كذا فوكس في الجسم، يعني مش في الجلد بس. ودي يا جماعه تاني اهم حاجه، انت عارف الراجل ده ما كناش نعمل له اتش اي في، كنا نعمل له جي اي تي اندوسكوبي، نساله على حاجات ثانيه لان ممكن يكون معاه حاجه ثانيه. يبقى تاني تكه النهارده انا هشرح لك بالتفصيل. نقول تاني هو كذا نوع وممكن ياثر على كذا اورجن. هو ده مش كومن، دي مش كومن. نسبته على فكره 10% مثلا. ليه 10%؟ هو اصلا تعريفه من الاول ان الروكا دي يعني هو طبيعته مش اجريسيف، مش بينتشر، مش الكلام ده كله. فهو بس ممكن ممكن يكون معاه سيستم او اكسترا بروتينيوس، يعني بيسموها بالاجنس. الناس فاهمه ده، افتحي كده وكلي وصلي على النبي كده افرشي والله خد راحتك. ايوه مش مستاهل يعني. طيب ناخد المعلومة التالتة. هو الكابوس بشكل عام حاجة ليه؟ كله الحمد لله. بس بص مكتوب جملة جميلة جدا. Specific epidemiological feature يعني الايج والسكس والريس والكلام ده. بص vary according to ايه؟ يا جماعة أول معلومة نطلع بيها النهاردة إن هو مش مرض واحد. ده أربع أنواع رئيسية. وبالتالي في واحد يجي في الكبار زي ما هي شافت كده. واحد يجي في الصغيرين بتوع الـ HIV، واحد يجي في الأفريكش، فالدنيا مختلفة according to ايه؟ to the time. الناس فهماني ولا لا؟ طيب، تعالى بقى ناخدهم واحد واحد. قبل ما نقول الأنواع الأربعة كلها لأقولها باثوجينس المشترك دلوقتي اسمه هيومن هيربس فيروس 8. مين خد معايا انفكشن هنا؟ احنا خدنا الهيومن هيربس فيروس 8 دي كام نوع؟ 8 واحد واثنين بتوع الهيربس سيمبلز، وثلاثة على البراسيلا الوسطى، واربعه في بشتاين بار سايز الرجال كل الكلام ده. ثمانيه كل بس كل بس كل ثمانيه ده بتاع الكابوس الزنكوزي. مين خد هنا انفكشن؟ انت فاكر فين؟ فاكر خد انفكشن مش فاكر خد ولا صح؟ السن برضه لو معايا يا جماعه فايبروبلاست جروس فاكتور، يعني بينشط الجروس بتاع اللوسيريا سيلز. المهم
نيجي بقى للكلام الخطير اللي هي الانواع. هما كام نوع قلنا؟ أربعة. وعايزين نتفق اتفاقيه مهمه جدا. ده سؤال الامتحانات بقى. هنا سؤال امتحان التحليل كلاسيفيكيشن اوف كابوسي تايبس اوف كابوسي. ده اهم حاجه لازم نجيب الامتحان اللي فات على طول بتاع اللازر بتاع المصدر انواع الكابوسي لازم ما فيش هزار دي. فكله بقى يركز معايا ايه حكايه في نوع. هم اربع انواع كبار. النوع الكلاسيك كالعاده يعني. وفي نوع بيجي اتش اي بي وده بيسموه ايبيديميك. ونوع بيجي افريكا زي ما هي قالت ده بيسموه انديميك. ان كلمه انديميك المقصود بيها ايه؟ ان في مكان معين. وفي نوع بيجي للناس اللي بياخدوا ادويه معينه بيسموه حياه هوجين. يبقى انا عندي كام نوع من انواع الكابوسي؟ هنقولهم بس كاسماء كده. الكلاسيك العادي ده اسمه ايه؟ كلاسيك. اللي بيجي مع الادويه يعني اللي بيجي مع الاتش اي بي اللي بيجي في افريكا اسمه ايه؟ بصي انت بقى عشان انت الوحيده اللي شفت حاجه. انا دلوقتي الراجل جاي عارف اول خطوه احطه في واحده من الاربعه. الراجل ده كان من افريقيا جاي عندنا هنا مش كده. الاتش اي بي زي ما بقول دي في السن الصغير سن السكشوال اكتيفيتي والكلام ده كله فده بنستبعده على طول وانت مغمض يبقى ده مش اتش اي بي. السؤال اللي عملت عمليات بتاخد ادويه بتاع النوع الجديد بعد راس الضغط مع الانفلونزا وريس وسيرت يعني الريس بتاعه ايه؟ واحد عمل عمليه زرع الحاجه ياخد الانفلونزا وريس ممكن يجيله كابوسي اللي هو اليدوي مفيش الكلام ده. يبقى الحاله اللي انت شايفها دي اسمها ايه؟ يبقى ده اول نوع. طبعا ده المستقيم. الكلاسيك بنعرفه ازاي؟ ثلاث كلمات عايز اقولهم انا هشرحهم بس وركز معايا. اللي هي اول ما قالت على طول انا عرفت النوع قلت لا لا ده مش اتش اي بي وتعليل بقى هم ثلاث كلمات. بتيجي في الرجاله اكتر من الستات. مور كومن ان ميلز ماشي. وبعدين ايه؟ تيجي في الرجاله الكبار قوي في السن. شوف مكتوب عندك لحد 80 سنه شوف يعني راجل كبير في السن. عامل زي البي سي سي كده. صح؟ ورقم ثلاثه بيحب يجي في اللور تاني. انت شفتيه فين؟ يا ريت لك في الدرس انا فاكر. عارف يا جماعه لما تشوف الثلاثيه دي ده الكلاسيك ها؟ كابوسي. فاهمين ولا مش فاهمين؟ انا كتبتهم لك على جنب وانت ممكن تكتبهم. elderly males في اللور ليفل ثلاث كلمات اهو. يبقى النوع الكلاسيك بيجي فين؟ ها؟ في الرجاله في الغالب سنهم كبير قوي elderly ستينات سبعينات كده ويجي فين؟ في اللور ليفل كله. طب معلش هطلب منك طلب ونرجع تاني. مين يبص على الثلاث صور الكلينيكال دول؟ أول صورة باتش لونها بايوليشيس كده لأن ده حاجة فاسكولار صح؟ تاني صورة ابتدت تعلى شوية تعمل بلاك ونوديوم. الصورة التالتة كلها نوديوم. استنى خلي بس الطعمية تشتغل وركزي معايا. المرض ده بيمر الثلاث مرات باتش تعلى شوية تبقى بلاك ونوديوم تعلى شوية تبقى زي مين؟ زي الام اف اللي خدناها الشابتر ده. هو الشابتر طويل شويه يعني عيشه اللي كده قاعد معانا دي شهر ونص كده. يبقى انا بص لما نرجع تاني للعنوان اللي كنا فيه. انا كتبت لك على جنب في ايدي كده وانت ممكن تكتب واحد داخل في اخر السنه. اللي هو احنا في ايدي اخر السنه. الكلاسيك تايب اقول عليه اربع كلمات. ميلز كبير في السن. موجود في اللور ليف لثلاث مراحل من الكلمات. انت بقى اللي شفتيه كان في الولاد شاف النوديول دي المرحله المتاخره من المرض. بس على فكره في وسط النوديول هتلاقي بلاك وباتش بلاك ولا ما كانش كده ولا مش فاكره بالظبط كده. يا جماعه لما نشوف حاجه نكون عارفين نعرف ندور على المعلومات. لكن هنا بص ده كابوسي بص يعملوا ايه شايف ايه طلعت الكلمتين دول كابوسي ايه كتر بس احنا كده بتيجي حاله نخليها بقى حلو. النوع ده ما نعملوش اتش اي بي زي ما هم عملوا ليه؟ مش هو ده. عارف تقول لها على فكره مش هو ده كان كنت هتعمل لها لا مش هو مش عامل مفهوم؟ طيب عرفت الكلمتين دول نقل الصعب. ايه العنوان اللي بعد كده؟ اكسترا كوتينيوس ليجن. هتلاقي الكلام ده كلام تاني بقى يعني ايه اكسترا كوتينيوس؟ ما هو ممكن يسبريت صح؟ بس شوف بيبقوا ايه؟ يعني الكلام ده؟ يعني نسبة قليلة جدا بس احنا بصراحة لو جبنا حالة زي كده وعلى فكرة ده النوع المستقبل لازم يعني قبل ما نبدا نعمل اي حاجه
ندور على الاهتمام القليل بس هتكون في حاجه. طب هدور فين؟ هو ده السؤال. السؤال اللي بيتسال دايما وانت تساله لنفسك، ايه الموست كومن سايت اللي ممكن الكابوس يروح لها لو قرر يسيب الاهتمام؟ الجلد. كله هو بيحب الريجنال ليمف نود، ده رقم واحد. يحب الجي اي تي رقم اثنين، مكتوبين عندك اهو اللونج ستاندنج كيسز والكبيره، ممكن تروح اي حته الليمف نود بقى، بس تروح مين؟ ها الجي اي تي ده الموست كومن اورجن على فكره، مفيش مانع نروح اي حته. عشان كده في المستشفى خلينا اعلمك تاني حاجه، كل ركز معايا. الراجل العجوز لما يجي ده وناخد العينه ونتاكد انها كابوسي، عارف نساله على الجاستروانتس كرونيك كونستيبيشن بليدنج ما اعرفش ايه، دي الجي اي تي. وتاني حاجه تتعمل لو انت عايز تمشي مظبوط، كل اللي عايزين نعمل بروسكوب يا حاج معلش، نعمل ايه؟ لان ساعتها هو ده اللي تشيب لك لو في حاجه جوه، مفهوم ولا مش مفهوم؟ لو انت عملت دول يبقى خلصنا من الحاله دي، والحاله دي اسمها حاله دي على طول. عرفت بقى ازاي نقول الكلاسيك ده؟ واحد كبير راجل راجل وكبير في السن وفي اللور ليم، ثلاث مراحل ممكن يشتكي من جي اي تي ترابل، كتر خير. ايه النوع الثاني بقى؟ ها؟ انت انت كده خلصنا منك كده. نيجي بقى لمريم بقى هي اللي قالت يا استاذه مريم اندمك افريكا. طبعا ده انت مالكش دعوه بيه، ليه؟ ده موجود في افريقيا واندمك هنا، ده حاجه من دي، لا تروح تشتغل انت في يا راجل. يقول لك انا جاي اكشف عند ايه؟ الدكتوره مريم جايين انا من الكامل من الكونغو، جاي اكشف عندها. خلاص ده اندمك، ده مش هتكلم عنه كتير، بس في تك عايز اقول لك، يقول لك ده ممكن تلاقيه هناك في الاطفال ويلا عكس هنا عكس كده. ليه؟ هو اندمك يا جماعه، الامراض الاندمك بتيجي في كل البوبيليشن بتيجي سن صغير، ما هو اندمك وهو في نفسه في من اربع دول. ما تخافش، هو نفسه في منه كام نوع؟ اللي مش عادي يعرفهم ما يعرفهمش. بناين واجريسيف وفلوريد وليمفادينوباثيك. طبعا كل حاجات وصفيه. بناين يعني ايه بناين؟ مش بناين هنا يعني بناين، هو بلوم مليك هو قد الكورس بتاعه بناين. وفي نوع عنيف اسمه فلوريد، وفي نوع اسمه اجريسيف، وفي نوع كده ليمف نوت بيسموه ليمفو كده يعني. الكلام ده ما تهتمش بيه غير وانت متكل على الله مسافر ايه؟ افريقيا يعني. جالك عقد عمل هناك تاخد معاك الحكومة دي وتتكل على الله. نيجي بقى للنوع الثالث وده خطير جدا، اللي هو الايدز ريليتد او الاتش اي في اسوشيتد او ها ايبيديميك. جات لنا المستشفى ايه؟ جات لنا فعلا لما انت جات لك ما قلتش ليه مش عشان انا جيت على الخناقه ما شفتش اللي جنات دول شفت ولا ما شفتش. انا الخناقه دي كويس انا مبسوط منها. ده النوع الثالث واكتب عليه مهم، ده موجود في المجتمع الاحترامي. طول ما في اتش اي في هتلاقي في الورقه عايزين نتفق بقى قبل ما نسمع منك الكلمتين اللي شفتيهم. بصوا لي في نقطه مهمه جدا، كلنا عارفين كلنا عارفين الفرق بين الاتش اي في والايدز. لا الايدز مش كل الستيج بتاعته بس بقى ايه؟ مش كل اللي عنده اتش اي في عنده ايدز. يا سلام، امال عنده ايه؟ عنده اتش اي في فايروس. طب واللي عنده ايدز؟ لا ده نكست ستيج بقى. ايه المستشفى بتاعتك يعني الموضوع؟ بص طبعا هو الاتش اي بي انفكشن ده بيقعد فتره طويله وبيظهر المراحل لما تيجي تبص خالص هقول لك ازاي يعني تبص خالص بيسموه ايدز ساعتها، يعني كان الايدز ده حاله متاخره بتاعت الانفكشن. يعني واحد جاله انفكشن اتش اي بي خلاص بيقول كده اتش اي بي انفكتد بيرسون، بيمر بمراحل ليتنسي مش عارف اكيوت فيز مش عارف ايه، في الاخر خالص لما الدنيا تبوظ استنى استنى هو اصلا الفيروس ده تحطه ده بيعمل نوع عليه وعلى فكره عليه بسيشن بلاسمنت في ثلاث ايام كده مقبول عليه عن جمود كده ثلاث ايام بيسيبها للخليه التي هيلبر اللي هي السي دي 4. حتى في حاجه مهمه اسمها سي دي 4 كاونت صح؟ اصل بص هو بيروح يسيب الخليه دي يا جماعه، التي هيلبر دي اهم خليه في المناعه بتاعت التي سيل، فيحصل ايه؟ عمال يبوظ الخلايا فرقعها فرقعها فرقعها، فانت عمال تبص على العيان الكاونت عمال يقل 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 في ليفل معين لما يقل عنه هي دي النهايه هي ده الايدز. الليفل ده كام؟ احفظه زي يعني 400 خليه لكل ملي متر مكعب مكتوب على جنب اهو سي دي 4، هتلاقي مكتوب يعني في النص كده اخر سطر ايدز
is usually of advanced stage CD4 أقل من كام؟ من 400 المليمتر للمكعب. اللي مش مشافهاش يكتبها بس هتيجي ما تخافوش يعني هو بس نفس اهو CD4 اهو ما فيهاش حاجة مكتوب CD4 أقل من 400 ده في كل الكتب شفتوها؟ يعني في الكتاب ده آخر الصفحة هنا في أول الصفحة ما فيهاش حاجة. يبقى احنا دلوقتي عرفنا عليه مرحلة متأخرة، مرحلة متأخرة علميا علميا يعني السي دي 4 وصلت لمرحله كام؟ هو ايه المشكله في المرض ده؟ على فكره الايدز مش بيعمل حاجه، هو انت في سن بتاعك فاضي فما عادش عندك مناعه ايه؟ هيجي لك حاجتين بس اللي هو مسؤول عنه الدي سيل. مين فاكر الدي سيل مسؤول عن ايه؟ الانفكشن. الدي سيل مسؤول عن الانفكشن بعد انواع الانفكشن الفيرال والفانجر. فتلاقي البني ادم تعرض لكل الانفكشن والبروتيناتيريتي بي وليبتي وكل حاجه مسؤول عن المالينسي تجيله مالينسي دي. فعيان الايدز في الاخر هو الفيروس مش هيعمل له حاجه، الفيروس ده برضه ايه؟ فيروس دي بي وليبروسي كل انواع الانفكشن مالهاش لازمه، كل الاوبورتونستيك فانجر وبكتيريا كله يجيله ويجيله تيوبر ومن ضمن التيوبر مين؟ جابوه مين؟ هم دول اللي هيفوتوه، اللي هيفوتوا الانفكشن والمالينسي اللي هيجيله، لكن الفيروس في حد ذاته مش هيعمل له حاجه. فهمتوا؟ الكابوسي ده مشكلته ان اهم ورم بيجي في الايدز مين يبص على اول سطر؟ اول سطر في النوع ده يقول لك ان الكابوسي ساركوما از ذا موست كومن نيوبلاسم في الاتش اي في انتريتد. خلاص؟ يعني ايه الكلام ده؟ طبعا كلكم عارفين برضه الكلام ده انا بتكلم فيه ده عشان اعالجكم في السكشوال. الادويه اللي بنعالج بيها الايدز مشهوره جدا اسمها هارت. هارت دي اسمها هايلي اكتف انتي ريترو فايرال ثيرابي مكتوب عندك هارت. هم عملوا احصائيه حلوه جدا قبل الهارت ده البري هارت يعني قبل الريترو بتاعها كان نسبه الكابوسي 30 في ال 1000 يعني 3%. الناس معايا؟ بعد الادويه دي ما طلعت النسبه قلت لكام؟ ل 3 من 10 يعني قلت 1 على 100. مفهوم ولا مش مفهوم؟ الناس معايا ولا مش معايا؟ طبطب. هو ايه الرساله؟ الرساله ان الكابوسي ده ورم بيجي مع الناس اللي عندهم اتش اي في وخاصه لما يبقى الحاله ادفانسد ومش واخدين علاج. الدليل على كده ان قبل العلاجات دي كان نسبته عاليه كام؟ 3%. بعد كده بقى 3%. فالنسبه قلت جدا جدا. طب انا مال انا؟ لو شفت الكابوسي ده بالمواصفات اللي انا هقول عليها ما تقوليش راجل وكبير وفي رجله حرام عليك ده الكلاسيك ولا وحش زي من افريقيا لا ده الاندمج ده له مواصفات هنقولها دلوقتي بعد اذنك. ده بقى بص لي هنا انت بقى لما تشوفيه قولي له تروح تعمل لنا الاتش اي بي على طول لان انت شكلك كده تطلع اتش اي بي. مفهوم؟ هقول لكم انا مثاليا ابقى نشوف لان طبعا دي حاجه خطيره تبقى عارفها بس نشوف اللي بتقول عليه بقى قولي. هي كجايه في مين عندها حاجه و30 سنه كده اسمع بس الكلمتين دول في مين؟ عندها حاجه و30 سنه. اول حاجه مش ليلة من كان ممكن يجي في اي حته السن ده سن صغير بس سن كبير ماشي كده كان دي جنب في وشها ولا لا استنيني استنيني بقى هي طبعا مره طعميه كان في مشار كده زي بعد كده هتنام هو الطعميه مره بالصوت دي انا معروف ده الحاجه دي فاحنا هنحقق من ايه؟ هو زي الاتش اي بي كده بيبقى تو فيس واقع على طول هي مره واحده بتنام فكله بقى يركز معاك. هي بتقول لك ايه؟ بص بص جاي في وشها اهو دي كلمه في الجمله مش في مين؟ على فكره هقول لك حاجه ذا كومنست بريزنتيشن ممكن يجي في الرجل بس يجي في الوش ابو وش ده اعرف انه على طول في الغالب يعني كمل دكتور طلب لها الاتش اي بي طلع بوزيتيف شوف الدكتور ده بقى دكتور سعيد مركز بقى مش هنا ايه كميلة مين اللي بتقول مش عارف الراجل معاك انا بس هقول لك حاجه انا عارف بس طلع لك اهو انا قلت انت عارف ممكن يعمل مشكله عارف لو راجل كبير مثلا متعلم مش فاهم فانت تقول لي ايه الشيء ده فاهم ليه ايه طبعا هتعمل لك مشكله ايدز وبتاع وانا فاهم قد ممكن يعمل لك مشكله هو طلبوا ليها ويتزوجوا طبعا الاثنين طلع جوزها كان عارف راح انا مش بلاحق على الطعام هو طلبوا ليه مش هي الكيشن طبعا وطلع برضه كده اصل الشكل ده ابص يا ريت غير ملوك هو بيجي في سن صغير الرجاله زي الستات بس الرجاله اكتر برضه هو ملوك ليه بعد كده هو بيجي في اي حته بس الكاركترستيك في الوش الكاركترستيك في النوز حتى الصوره عندك اللي انا جايبها لك ما يبقاش سيء يعني خالص صح؟ ما
بس موجوده فين؟ في النوم. يا جماعه لو ده في الوش بشكل عام وفي النصفه ده مع سن صغير يبقى ندور على اتش اي في. طبعا هو يطلب جزءها اللي مع بعض اي سيكشوال ده مش طاقه روسيه اي سيكشوال ترانسميتد ديزيز هيبقى في الشخص والبارتنر ده لازم. انا كمان هو بقى طلع كان يعني عارف ان هو اتش اي في بوزيتيف واتجوزها بس ما قالهاش فهي بقى مسكت خانقه في الايه طلع ان هو كان اتش اي في وما قالهاش خلاص بقى كانت الخناقه ومعايا من دي الموضوع انا مش الجزء الثاني بقى هو ايه اللي كان شايل ده؟ السؤال الثاني الجزء الثاني بتاع المسلسل هو جاله منين؟ كملتش هم اللي ما كملوش معانا هم تمام تمام طبعا ده مثال انا موجود ده كلاسيك كيس اوف هي اللي كان من غير ما انا اقول لكم سنه صغير يا جماعه تاني حاجه في الوش هتلاقي في الرجل برضه تلاقي في الجوزه لو كملت بس هو في الوش كاركترستيك هنطلب واحنا مغمضين اتش اي في انتي بارت موجوده في كل حته دلوقتي تطلع برضه نكمل معاها رجل الموضوع ازاي؟ ايه بقى قصته؟ ايه بقى قصته؟ تعالى اقول لك قصته هو بص ركز معايا مين يبص على الايج بال 6 يانج ادلت هو ممكن يجي في راجل او سته وحاجه بس هو في الرجاله اكتر 7 لـ1 طب بصوا والهوموسيكشوال اكتر والهوموسيكشوال اكتر بصوا هو الايدز ان شاء الله ان شاء الله لما تخلوه في السيكشوال ترانسميتد اصلا الايدز ده له كام طريقه يتنقل بيها 3 طرق كبار جدا السيكشوال وعن طريق البلد طبعا وعن طريق البريجنسي يعني لما تبقى حامل تنقله لابنها لو ما تعالجتش اوكي خلينا احنا في الموضوع بتاع السيكشوال السيكشوال ترانسميت ده والمره على فكره احنا بنذاكر كلمتين في الكتاب التاني كتاب المنقول ده ما ممكن يصيب الرجاله او الستات صح وممكن يبقى حاجه اسمها هوموسيكشوال او هيتيروسيكشوال يعني ايه يعني هيتيروسيكشوال ميل مع فيميل او العكس وهوموسيكشوال اللي هو الميل مع ميل او الكلام ده كله بص بقى المرض ده لو حد عارف تاريخه هو اكتشف سنة 1981 في أمريكا إيه؟ ركز السكوند اللي جاي هومو سيكشوال ميل المرض ده بدايته ولعنته في الهومو سيكشوال إيه؟ لا الكتب بيقول لك إيه؟ الهومو سيكشوال ترانسميشن أكتر بكتير من الهيترو سيكشوال يعني الناس مش عارف 90 لـ1 مثلا والهوموسيكشوال في الميل اكتر لو كان في ميل او حاجه زي كده يعني هو اصلا رقم واحد كده في الميل عشان خد بالك السكس بقى له اشكال كتير اللي على راس القائمه كده مين هوموسيكشوال ها وميل عشان كده في نفس سنه لو كانت الحاله دي موجوده وانت عارفه كملي معاه هو ممكن يكون هوموسيكشوال ده بقول لكم مثالين دلوقتي مفهوم ولا مش مفهوم؟ يبقى انا ترى هوموسيكشوال دلوقتي بعض البلدان بقت عادي قدوها اسم مختلف مش هوموسيكشوال عشان ما يحسوش انهم مختلفين يعني بيسموها مين هم؟ ام اس ام مين عارف اللفظ ده؟ اللي مش عارف يعرفه بس هو بقى اسمه كده بس تروح تكشف بره تقول له ده انا ام اس ام وتقول له وانا مين ام ام ايه هو ام اس ام ده؟ مين؟ هافينج سكس ويز مين فبيسموهم كده مش بيبقى عشان انت ما انت 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 اطلقت انت ما انتش على حاجه ام اس ام ماشي طب انا هاخد السي سي دي اي حاجه دي دي لا لان هم خلاص متعلمين واحد عشان ما حدش يعني يفهمهم وبتاع بقى مش ممكن شوف ربنا تعليمهم يعني فاهم ده اول ما تخش فيهم واعلى نسبه هوموسيكشوال مين ويز مين اللي هي ام اس ام فاحنا لما تيجي حاجه نقول له تعالى اعترف بقى يمين شمال يطلع هو ده اكتر ها اكتر ايه؟ روت اوف ترانسميشن فانا عايز اعمل ايه بقى؟ ابلور الكلام الكابوسي ده بتاع الايدز ده لما يجي انا متوقع الاحتراق في الغالب بس ممكن ست مفيش مشكله بس النسبه كده من 7 لـ1 الحاجه الثانيه ايه؟ ان يكون سنه صغير لان اكتر روت هو السكس ترانسميشن عارفين ممكن يجي عن طريق البلازما وبتاع عشان تيجي في سن بس كايه؟ كمعدلات كده. ثالث حاجه لو كان ميل في الغالب هيبقى ايه؟ هوموسيكشوال. فانا عايزك تعمل الرابطه دي، ايه الرابطه دي؟ مكتوبين تحت اسوشيشن انا كاتب اتش اي بي انفكشن شايفينها؟ هوموسيكشواليتي
ودراج ابيوز، لان بالمره الدراج يا جماعه بينقل كل البلد بالمره. فهم لقوا ده ايه؟ طيب بصوا لي هنا في احصائيه كده الغرض منها مش نحفظها، بتقول ايه؟ في سترونج اسوشيشن بتوين ايدز هوموسيكشواليتي اند كابوسي. الثلاثيه دي اذا اجتمعت خلاص ايدز مع هوموسيكشواليتي هتلاقي الكابوسي. لقوا ايه؟ 40% من الرجاله اللي عندهم ايدز بيجي لهم الانفكشن عن طريق الهوموسيكشواليتي. شوف النسبه كام؟ مالهم بيجي لهم كابوسي مقارنه بص اقل من 5% في الاذر ريسك جروب. يعني دلوقتي بص انا جبت الناس اللي كوريين كلهم في ناحيه والناس اللي هوموسيكشواليين في ناحيه. الكابوسي هنا 40% وهنا كام؟ يعني النسبه عاليه جدا. عشان كده لما تشوفوا في راجل يقول له تعالى لي كده اعترف بالمنطقه اللي انا عامل شايف. هي طبعا ما كملوش بس هم لو كانوا هيكملوا كان هيشفع. بس كان خلاص طب ما لسه ما اشتغلتش. احنا شفنا حاجتين. في حاله في الراجل بس كان مسموم. انت عارف كان بقى مسموم يعني بس. هو ده شوف بقى السيكونس. هو ده ايه ولد سن صغير كابوس كلاسيك بتاع الباتش بتاعه في الوش. فانا ساعتها اقول له ايه؟ اتش اي بي هنعمل ايه؟ يطلع بوست. طب استنى انا ليه عايز اعرف؟ مش عارف عشان حاجه مصدر العدوى والعدوى الناس كلها قلت مالك انت ليه؟ دخل قصاد الناس ما اعرفش قصاد ولازيك ولا بتاع انت عشان توصل فاهم؟ شوف انت شكله بيتعالج. فدي بقى هم اتخانقوا مش خلاص ماشي ممكن تمشي وراهم مستحيل وكده لحد ما تشوفها تعمل ايه. فانا بقى هنمشي معاها هنمشي معاها ده كذا ده مسموم ده كذا ده كذا خلاص لازم توصل للسبب. هنقضي ايه؟ او هوموسيكشوال خلاص تمام. بس انا قلت ايه اللي يميزه؟ هو على فكره زي الكلاسيك ميستيكس يعني باتش. انت شفت باتش ولا بلاك ولا كيلو مارك؟ اكيد في الخناقه ما شفتش حاجه. تموتي في الخناقه تعالى هو ماشي لاك عادي يجي في اللغه اللي انت عايزها بس يجي فين؟ في الوش. وات ذا موست كاركترستيك وحاجه اخيره كمان تقول له افتح بقك كده يجي تزيد من جوه كمان تلاقي بطش بوك وبيليشيس كده. طبعا في كام كلمه دي ابص رجلك ابص رجلك لازم تبقى عارف الحاجات دي موجوده بسبب ان الموضوع انتشر بسبب ان في عدوى موجوده بسبب ان في طرق كتيره للعدوى. فانت مطلوب منك كديرماتولوجيست لما تشوف الحاله دي اقدر اوصل لها بسهوله واحده واحده خلاص؟ طبعا التاني لو ادفانس هيروح في كل حته بس في بالك لا. لكن هنا هو كلاسيك كده هو طبيعته كده ان هو اصلا مناعته واقعه فالموضوع هيبقى منتشر. عرفنا نعرفه ازاي؟ عرفنا مين نطلب له اتش اي بي وبسرعه وكده؟ طيب ايه النوع الرابع؟ اياتروجينيك او اسمه الثاني ايه؟ بص انا غششتك يعني ايه غششتك؟ قلت لك ده واحد عامل ترانسبلانت لاي حاجه ليفر كيدني بتاعك وبعدين بياخد اميون سبريسيف بعدها مش احنا خدنا سيرابي سايكلوسبورين. هو ايه الفكره؟ بص لي هنا الفكره ان انت لما بتاخد ادويه اميون سبريسيف وخاصه على التي سيل عشان الريجكشن ده احتماليه يزود فرصه الاورام والانفكشن فالكابوس ده النوع ده احسن نوع. ليه احسن نوع؟ ده وقف الدواء الموضوع هيحصل له ريجريس. ده ايه؟ طيب السؤال بس دايما نتعلمه يقول لك ده بيجي مع مين؟ قول له اي حد عامل اهتزاز مع اي اميون سبريس. بطين موست كومن الموست كومن كلمتين مكتوبين عندك بالبورد وانا معلم عليهم الرينال والسايكلوسبور تحفظهم صم يعني بتوع الليفر واو ينفع بس مين الاكتر؟ حد عامل هنا ترانسبلانت وبياخد ايه تحديدا؟ اللي هو ايه سايكلوسبورين الساندميون. حد فاهم اللي انا بقوله ده؟ الكلام ده مهم ليه يا جماعه؟ طبعا انتم ما شاء الله كان معلوماتكم في الاول رهيبه جدا. دلوقتي احنا عايزين ايه؟ لما يجي كابوسي لازم اعرف هو من انهي نوع من انهي نوع؟ انا هعمل ايه؟ هسال سؤال بسيط عملت عمليات قريب بتاع كذا؟ ده انا عامل عمليه وباخد الكذا كذا يبقى ده ايه؟ ياتروجينيك وده ابسط واحد. طب استناني هو سنه صغير و موجود في الوش وكذا وكذا يبقى انت في الابيدرم احتمال كبير تكون اتش اي بي وهمشي معاه خطوه خطوه ولازم اشوف البارتنر عشان اوصل لمصدر العدوى والكلام ده كله مش عشان حاجه.
طب رقم ثلاثة راجل عجوز زي اللي جالهم هنا وكبير في السن وبتاع ده في الغالب ايه؟ وساعتها بس تهتم بالاكسترا كوتينيوس مانيفستيشن مش تقول له بقى انت يا راجل مش عارف عليك انت راجل في سنك والكلام ده كله يعمل مشاكل خلاص؟ النوع الرابع اللي هو ايه؟ الافريكا طبعا ده معروف مش عارف الناس هل مش معايا كده عرفنا الاربع انواع الكلينيكا حد يغلط فيهم عرفنا التكات بتاعت كل نوع عرفنا ادور على ايه اسال ايه اعمل ايه تعالى من نقلب الصفحه نلاقي الباثولوجي بص قبل الباثولوجي عايز اقول لك كلمتين مهمين جدا الباثولوجي في الانواع الاربعه واحد فاهمني يعني الاربع انواع دول كلينيكا يا انجي ارحمي نفسك اربع انواع ايه هما الاربع انواع كلاسيك كده الباثولوجي بتاعهم واحد قول له الحمد لله عشان ما نقعدش ايه نذاكر اربع انواع بس الباثولوجي بيختلف حسب الستيج زي مين بالظبط كده لو حد مين فاكر الام اف كنا قلنا في الباتش يبقى شويه صغيرين وعند الديرمو ديرمو جنكشن بعد كده يكتروا تحت ويطلعوا فوق مش عارف الديرمو تروبيزم بعد كده يبقى اكتر قوي تحت صح كده نفس الكلام هنا بص انا عايز اقول لك حاجه المرض ده لو حد قلب الصفحه تحت 94 بتلاقي ايه باتش ستيج بلاد ستيج تيومر ستيج صح كده الكلام ده بيتكرر زي مين بالظبط ها زي الام اف بالظبط قول له الحمد لله في كلام بيتكرر اهو عشان الدنيا تبقى سهله للفرق الفرق هيبقى كام مين يعني ايه كام مين ها يعني انا في الاول لقيت شويه خلايا صغيرين ومكتوبين قوسين في الابر ديرمس صح انزل تحت الاقي الديرمس كله اتملى الدرمس كله اتملى استناني بقى الورم ده هما كلمتين الخلايا طالعه من الاندوثيليال سيلز دي خلايا سبيندل شيب صح وبتحاول تعمل بلاد فيزل مش ده الديفرنشيشن بتاعه عشان كده مكتوب فوق كده كلمتين وممكن تكتبهم بايدك لو مش مكتوبين الورم بتاع الجابوز ايا كان نوعه وايا كانت المرحله بتاعته هما كلمتين اتنين فاسكولار سبيسز يعني ايه فاسكولار سبيسز؟ يعني مثلا يعني بلاد فيزل اند سبندل سيلز صح؟ كله شافها؟ طب انا هطلب منك شرح ايه السبندل سيلز؟ دي تيومر سيلز زي الفاسكولار تيومر صح؟ طب امال ايه السبيسز دي؟ ما تعمل فاسكولار ديفرنشيشن اللي هو بيحاول يعمل سبيسز طب ايه اللي يفرق الباتش عن الانطلاق عن التيومر؟ كله مش كدمية انت عارف في الباتش هتلاقي ايه؟ هتلاقي شويه سبيندل صغيرين وشويه سبيسز صغيرين وده اللي مخليه باتش مش عالي كل ما يكتر ما الوقت يعني يكتر اكتر يبقى نضمن وهكذا مفهوم ولا مش مفهوم؟ طيب انا بس تعالى اوريك ثلاث صور مين شايف الصوره الف الصوره ب الصوره جيم على فكره الصوره الف دي الصوره الف احنا مقربين على الكولاجين صح؟ ده الكولاجين وفايبروبلاست بس لو حد خد باله ايه؟ في شويه ار بي سيز شايفينهم؟ شايفين الار بي سيز النقط الحمراء دي؟ ممكن اللي مش شايف يقول لي نجي نوريه. الصوره ب يا ربي مش الف الصوره ب. الف دي صوره من بعيد كده. الصوره ب مين شاف ب؟ مليانه ار بي سيز. النقط الحمراء دي صدق النقط الحمراء دي؟ باينه باينه كتير اهو شوف ار بي سيز هنا اهو من الصوره هنا افتح باينه احسن باينه احسن بس الار بي سيز اهو وريها لك وريها لك ماشي شفتيها؟ بس ايوه بسيطة جدا لأنها باتش
طب لما تنزل تحت تلاقي الرد جزئي كبان والخلايا تكبر. طب لما انزل تحت قوي شوف بقى كلها خلايا وباين قوي انها ايه سبين. وبعدين لذلك يقول لك ايه تقرا في الكتاب الوصي ده يقول لك في الهيومن ستيج يحصل كومبريشن للباسكولار سبيس بسبب ايه؟ خلايا كتير في اعصابك لدرجه يقول لك ايه في الكتب الباسكولار سبيس تتحول للايه؟ سليت لايك سبيس. يعني ايه سليت؟ كل شكل صغير. طب انا عرفت ازاي؟ تلاقي جواه الار بي سيز برضه تلاقي الاحمر كده موجود مفهوم ولا مش مفهوم؟ يبقى نقول تاني لو حد شاطر طبعا ما تحاولش تدور انت هتعرف ايه في الصوره دي. هتلاقي خلايا كتير قوي وبين الخلايا في هيموريج صح؟ هو الهيموريج ده لو انا كبرت ودخلت عليه هلاقي سبيس مقصوصه كده بس انا جاي بصوره عامه كده. حد فاهم اللي انا بقوله؟ يبقى انت هتقول ايه؟ هتقول الايه؟ هتقول الورق ده يا دكتور شوف الجمله اللي انا بقولها دي وركز معايا. نفس التغيرات الباثولوجيه في الانواع الاربعه صح؟ مش هيفرق معايا الحاله كلاسيك ولا انديميك ولا انديميك ولا ايثولوجيك. ده رقم واحد. رقم اثنين الاختلاف هيبقى حسب الستيج. حسب الستيج انا باتش ولا بلاك ولا ايه؟ ولا تيوب. طب نقولها بالفرنساوي الباتش بتاع الكابوسي بتاعت الايت زي الباتش كلها ماشي. الورم ده حاجتين اثنين حتى لو مش عايز اتكلم هقول الكلمتين دول وخلاص. هيومر سيلز اللي هي سكت وباسكولار سبيس. هما ده اللي يفرق مرحله عن مرحله. الكميه في الاول كميه صغيره كميه زادت قوي لدرجه انها فعصت وعملت سليت لايك ايه؟ طب مين يبص تحت على مينو هيستو كيمستري يقول لك 31 و34 وفاكتور 8 دي الحاجات دي زي الماركر بتاعت الباسكولار بتاعت الاندوسيجن. لو حد عمل الجدول اللي قلنا عليه في اول الهيومر اخر حاجه النهارده اندوسيليال او باسكولار سي دي 61 64 فاكتور 8 حلو كده؟ في بس كلمتين عايز اقولهم عشان ايه؟ ايه الكلمتين دول؟ اول كلمه دي اللي هي سليت سبيس لايك وفلترز ار ديسيز والكلام ده كان مقصود بايه قلنا؟ يعني في المرحلة الأخيرة البلاد سبيسز بتتفقس في الخلايا وعرفت ازاي ان لسه جواها الكاربوسيس. حلو كده؟ أنا قال لك في المرحلة الثانية كده الثانية الثالثة يعني أول ما تبدأ إيه تكتر البلاد سبيسز هتكتر والخلايا إيه؟ هتكتر فالدنيا زحمة. الدنيا إيه؟ بص بقى يا فوشي إحنا عندنا أنت يا فوشي معانا بقى إحنا دلوقتي. الأماكن الصعيدية لما الدنيا تبقى زحمة قبل ما تتفقس البلاد سبيسز ممكن تخش في بعض. هي زحمه يعني مثلا تلاقي ايه انا في الاول خالص الصوره هي البلد فيزل براحته خالص كده الدنيا كفلت البلد فيزل فممكن ايه يحصل انفاجينيشن للبلد فيزل جوه البلد فيزل البتاع دي بمليون جنيه بتيجي في الامتحانات واللي بيسموها الشفوي اسمها برومونتري ساين. اسمها ايه؟ برومونتري ساين. ساين يعني على صح؟ يعني ايه بقى برومونتري؟ قول ماشي يعني مش كده سالت بقول له ده بتاع ايه ده؟ بتاع كابوس بتاع الكوكب.
ايه المقصود بيها؟ كله في البحر في سمكة مش عارف وسليمة ما فيش في الصورة قوي بس الصورة سي الواد بذل ابتدى لو حد خد باله ابتدى ايه يعني يتلوى كده شايفين الواد بذل الكبير ده اللي مبنيها في الصورة واخد انجيوليشن كده دي ممكن تكون بداية ان حاجة تدخل جواه يعني شايفين الصورة بقى الصورة سي الصورة سي يا جماعة مش فيها الواد بذل الكبير ابتدى متعالج كده ممكن تكون بداية حاجة تبدا تخش ايه تعمل انجيوليشن خلاص ولا مش خلاص؟ انا مبسوط منكم حد فاهم الباسورد ولا محدش فاهم؟ هو بيني وبين اي حاجه باسكولا زحمه وتخش في بعض تعمل كده بس هي مشهوره كده خلاص؟ ها؟ ممكن يحصل اوفر لاب طبعا 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 مع كل مرحله هتكمل يعني في لحظه انتقاليه يعني عادي الناس معايا شباب ولا لا؟ طيب بس كان يعني نسبه السيجنيشن هنا اعلى شويه من السي سي بقى
بس يعمل نفس الفكره. هو ده يجي انا مش خايف قوي بس الضغط ان مش حاجه خالص اللي بدنا نشيله هو في حاجه يبدا ياخد سيستميك تريتمنت بعد الاسف مفهوم. طيب يبقى انا البرنوزس فقره كبيره جدا بس الله يرضى عليك قول له لازم اعرف النوع وبعدين جوه النوع نفسه اعرف هل حصل اكستنشن سبريد ولا لا او ثيرابي. في انواع من الاول من هي نفس الاثنين اتش اي في. في انواع من الاول حلو دراج. في انواع على حسب الوضع بقى زي الكلاسيك. التريتمنت ايه بقى؟ نرجع تاني يقول لك والله التريتمنت ده اكوردنج تو ذا النوع والاكستنت والكلام ده كله. طب احنا هنعمل ايه؟ اولا يا ريت نعالج الاندرلاين كوز او اسوشيشن صح؟ يعني انت اتش اي في يبقى على رقم واحد الانتي ريترو فايرال دراجز والكلام كله بتاع اتش اي في. طب انت مثلا كنت بتاخد ده وهنبطله ونغيره مثلا يعني؟ طب بعد كده نعالجه هو نفسه. هو نفسه لو كان لوكالايز في حد متابعني الناس متابعيني اعمل بقى اللي عايز تعمله الكترو وكرايو وليزر. بس بصراحه المشهور قوي قوي الكرايو بسيط ورخيص وافيلابل وكده. اما نقلب الصح على فكره عارف عامل زي البي سي سي بارت بنعمل لها كرايو. لو بقى الحاله جنرالايز او اكستنسيف او مالتي فوك وبص دي اللي انت اتعلمت معايا دلوقتي يعني ايه مالتي فوك. مالتي فوك مش كده حته في الجلد سيستم يعني هو في الجلد وفي الجي اي دي كده الانفلون كده ايه ده ساعتها لازم سيستمك ايه كيمو سيرفي خلاص. ده ساعتها بتوع الاورام ياخد الراديو وكيمو والكلام ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ بص انا خلصت مش هتكلم كتير بس برضو للامانه في جدول تحت بتاع الجريدنج. احنا طبعا خدنا الجريدنج بتاع الام اف وقلنا ده انت بعته كويس وحافظه كويس واشتغل فيه كويس جدا. هم برضو عاملين جريدنج هنا منين هنا الزبوسي اللي عايز يقراه يقراه اللي مش عايز يقراه ما يقراهوش. بس هو الموضوع بيعتمد على ايه؟ مثلا على السي دي 4 كاونت يعني كل ما تقع اكتر تبقى الدنيا ايه؟ اوحش. هو هنا مثلا قال لك لو انت فوق ال 150 او اقل من 100 ايه؟ اوعى تنسى ان كلهم تحت تحت ال 400 تحت ال 400 عشان افضل كلهم اصلا تحت ال 400 بس انت عملت ايه لحد ما نزلت كمان تحت ال 150 ده خلاص كده ماشي. نيجي بقى للموضوع الثاني الخطير اللي هو اسمه ايه ها؟ ايه بقى المجموعه؟